كل مصر تدق في تونس. نشطاء تونسيون يطلقون حركة تمرد شبيهة بتمرد المصرية. أما الحرس الجمهوري المصري فيسيطر على بناء التلفزيون المصري. والسلفية الجهادية في مصر تعلن النفير العام لقتال الجيش والشرطة والأمن ومنع الانقلاب على مرسي. مصر تحبس أنفاسها بانتظار كلمة الجيش الفصل ومرسي متمسك بالكرسي. ولو نامت نواطير مصر عن ثعالبها، فالرجل ذاق طعم التسلط ويصر على تجاهل مطالب شعبه. الشعب العربي المصري العظيم الذي وإن منح مرسي فرصة تلو فرصة طوال عام كامل، إلا أن المكتوب بدا من عنوانه: حكم المرشد لا يصلح لحكم أعظم حضارة في الدنيا. ارحل ارحل شعار رفعه ملايين المصريين حتى غصت بهم الساحات. ولم يتأخر المصريون لا شعبا ولا جيشا عن الرد على كلمة مرسي التي تحدى فيها ملايين المصريين. في الشارع لا صوت يعلو فوق صوت المنتفضين لكرامات مصر. وفي أروقة القوات المسلحة في مصر رجال قالوا: نحن مستعدون للدفاع حتى الموت عن شعب مصر ضد كل إرهابي أو متطرف أو جاهل. رفعت الأقلام وجفت الصحف. We'll be right back.